مع استمرار الوباء في حصد المزيد من الأرواح وتسجيل الإصابات حول العالم، يشتد السباق من أجل تطوير لقاحات تقضي على كورونا. وفي هذا السياق أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تستبعد توفير لقاح مضاد للفيروس على نطاق واسع قبل منتصف العام المقبل، مشددة على أهمية إجراء اختبارات دقيقة للتأكد من فاعلية اللقاحات وسلامة استخدامها. وقالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية إن المرحلة الثالثة من التجارب يجب أن تستغرق وقتا أطول لمعرفة مدى الحماية الحقيقية التي يوفرها اللقاح والتأكد أيضا من كونه آمنا. وفي سياق متصل أعلنت منظمة الصحة أو منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف أن 28 شركة لصناعة الأدوية في 10 دول مستعدة لإنتاج كميات غير مسبوقة من اللقاحات خلال العامين القادمين لمكافحة جائحة كوفيد-19. وقالت يونيسف أن 28 شركة لصناعة اللقاحات كشفت عن خطط الإنتاج السنوي فيما يتعلق باللقاحات حتى عام 2023. الشركات أشارت إلى أن التوقعات تتوقف إلى حد بعيد على أمور منها نجاح التجارب السريرية وإبرام اتفاقات للشراء المسبق وتأكيد التمويل وتبسيط الأمور التنظيمية وطرق التسجيل.